كيف الحال؟ مزاد جميل. الآن عندنا كورفت 2017 Z51، وارد التوكيلات، سيارة سعودية، الممشى 41,000 كيلو، غير عادي، 7 سرعات، طبعا السقف قابل للإزالة، صبغ الوكالة. في بعض الملاحظات هنا يا أخوان، أوكي شوفوها، هذه هي في الباب، هذه أكيد أحد شخط. السيارة جميلة، ممشى 41,000 كيلو، طقم كفرات جديد تويو ياباني، الداخلية جلد أسود، عندكم شاشة داخلية 8 إنش، مقاس 8 إنش. سيارة جميلة، بتنزل مزاد لمدة 4 أيام، وراح نذكر لكم المواصفات اللي في السيارة بالكامل. عندكم تحكم كامل بالمقاعد، تحكم إلكتروني، جنوط ألمنيوم، المقاس تبع الجنوط 19 إنش، عندكم حساسات كفرات، المكيف منفصل بين الراكب والسائق، عندكم الزجاج الأمامي بروجيكتر. سيارة جميلة، راح نذكر لكم جميع المواصفات والملاحظات. الماكينة V8 8 سلندر 460 حصان، اللي هي تجي 6.2 لتر، 6.2. نوريهم الماكينة 2017 يا أخوان، هذه الداخلية، طبعا جلد، علامة الكورفت هنا، غير عادي، 7 سرعات. طيب أوريكم الداخلية، هذه 7 سرعات ريوس، طبعا هذه الشاشة تنزل، تقدر تحط أغراضك هنا، USB جوا، السقف هذا ينفك، راح نفك كلهم السقف الحين، نفك السقف، شغل السيارة من هنا طبعا، اوكي، واللي في النص هنا الكونسول، هذا الباب لا يوجد مشاكل. شوف شكل السيارة من هنا، العدة تبع الوكالة، الفرش لا يوجد مشاكل. الاكسوس طبعا رياضي، وتقدر تحوله عادي. ما شاء الله تبارك الله. سيارة جميلة، 41,000 كيلو، وارد التوكيلات. عندكم تسخين وتبريد مقاعد. راح نسوق السيارة الآن.
اخوان هذا الفيديو بالكامل للسيارة. اي سؤال اي استفسار تقدروا تتواصلوا معنا. نشوفكم على خير.